أكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكرواتي على أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يتناسب حاليا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين أعرب رئيس السيسي عن تطلع مصر لتطوير العلاقات خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي وأكدنا كذلك خلال المباحثات أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتناسب حاليا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين والتي نتطلع لتطويرها خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر